صديق تونسي هو اسمه مصطفى حسناوي. احنا كنا بندور على فكرة وهو اللي قال لنا على الكتاب أستاذ صنعلى إبراهيم ذات. وحقيقة أنا قريت القصة وما فهمتش المسلسل ده، القصة دي هتتعمل مسلسل إزاي، لأنه الكتاب هو من سنة 75 ل 85 أحداثه، وحقيقة ما بيحصلش حاجة مميزة لذات في الكتاب. وأنا عارف أن الجمهور متعود على يا شخصية تاريخية يا جريمة قتل يا دراما كده ملعبكة شوية، فأنا قلت طيب وده هيحصل فيه إيه، أنا حقيقة مش عارف. فقعدنا اتكلمنا واتناقشنا شوية أنا وأختي وفي المكتب، وبعدين كلمنا مريم وكاملة على أساس نشوف رأيهم في القصة. فمريم حقيقة قالت إن هي مهتمة بالموضوع، إنما هي عايزة تبتدي 52 وتخلص في 2011. أنا حقيقة لما قالت كده تحمست، إنما ما كنتش مقدر المشاكل اللي هتقابلني في الإنتاج. يعني أنا كنت عارف إنه الموضوع صعب، إنما عمري ما افتكرت إنه هو هيكون بهذه الصعوبة، لأنه إحنا بنبتدي في 52 وبنخلص في 2011، فهو مش فيلم، مش مسلسل تاريخي تقليدي، يعني هو فترة زمنية محددة فكله فيها ثابت. دي بتبقى سهلة لأن الواحد بيعمل ملابس، بيعمل ديكور، بيعمل مكياج لفترة واحدة بس، وبعد كده الأحداث هي اللي بتمشي المسلسل. إنما احنا لقينا نفسنا لازم نعمل خمسينات، ستينات، سبعينات، تمانينات، تسعينات، البيت كان ازاي، الملابس كانت ازاي، الميك اب كان ازاي، الشعر كان ازاي، الحاجات دي كلها. في وقت التصوير كمان كان في صعوبة، لانه احنا مثلا واحنا بنصور لو هي مرحلة واحدة ممكن واحد يصور حاجة ويرجع لها تاني ويمشي يعمل حاجة تانية ويرجع لنفس الديكور. هنا كان صعب الكلام ده لانه كان لازم نخلص كل فترة زمنية كاملة ونرجع لفترة الزمنية اللي وراها واللي وراها واللي وراها. فهو يعني حقيقة هي مريم خمتني شوية في الموضوع ده، وانا ابتديت الشغل وما حسيتش بالصعوبة. انما الواحد في الاخر بينبسط لما يلاقي العمل نجح، وحقيقة طلع احسن بكتير مما كنت متوقع. فهو كان عمل جماعي بامتياز، وكان يعني الستات ليهم دور أساسي في العمل، لأنه مريم اللي كتبت، كاملة أخرجت، نيلي كانت الممثلة، انتصار المونتير، منى ربيع ملابس، منيا فتح الباب. فيعني أنا وباسم كنا أكسسوار يمكن في المسلسل. فيعني ده الشكل العام بتاع المسلسل، ولو في اي اسئلة انا جاهز. الحقيقة هنبدأ على طول بالاسئلة، هنبدأ بالاسئلة عشان نكسر على وقت. في سؤال اظن انه مريم هي الاكثر على الاجابة عليه، لماذا لم تتمرد ذات؟ اليس من الافضل ان نعلم كل ما في حالتها ان تتمردنا بدلا من سرد الواقع فقط؟ بالنسبة لتكوينها والأسرة اللي هي طلعت منها، هي تمردت تمرداتها الصغيرة اللي قدرت بيها تفرض حاجات من وجهة نظرها هي الأهم جوه بيتها. واحد من أهم التمردات اللي تمردتها إن هي قررت إن هي ما تعرضش بناتها للختان زي ما هي تعرضت له. التمرد التاني من وجهة نظرها برضو إن هي كسبت حربها مع عبده وغيرت الحمام، قد تبدو حاجات بسيطة لكن هي في النهاية بالنسبة لها هي حاجات مهمة. فكرة التمرد بمعناه الحالي اللي هو نزول الشارع، ده احنا عرفناه في الثلاث سنين الأخيرة، وكان قليلين جدا اللي بيعملوه قبل الثلاث سنين دول. ففي النهاية ما نقدرش نقيس أو نحكم على شخصية ذات
على أساس 3 سنين اللي عشناهم، لأنه ذات موجودة سنة 52 وعاشت 60 سنة اللي أدوا في النهاية لنزول الناس في 2011. أرجوني أكون رديت على السؤال، مش عارف. ما هو الرواية؟ الرواية اسمها ذات. في سؤال بقى لباسم، لماذا اختلفت شخصية عبد المجيد في الرواية عنها في المسلسل؟ عبد المجيد في الرواية أكثر قسوة وسيطرة، لكنه في المسلسل خلانا نتعاطف معه خصوصا في النهاية. في الأول مساء الخير، أنا سعيد أن أكون معكم هذا وإن شاء الله نعمل مادة قوية وسخنة. طبعا من شرف كبير هي أن اشتغلت ذات إخراج كاميرا أبو زيد في أستاذ خالد بشارة والتأليف لمريم والإنتاج للأستاذ جابي خوري أفلام السعادة. الشخصية في الرواية قاسية وكانت فجة شوية، بس طبعا الرواية زي ما أستاذ جابي قال احنا كنا بنتكلم عن فترة 10 سنين، في المسلسل احنا بنتكلم عن فترة زمنية يعني 3 رؤساء جمهورية، بنتكلم على 3 حقائق من حياة مصر. لو انا قدمت الشخصية زي ما كانت موجودة بالظبط بالقسوة وبتاع مش هتقدر تتابعني 30 حلقة. عملنا بروفات كانت موجودة مايرين، كانت موجودة المخرجة كاميرا أبو زيد، وهي الحقيقة اللي عملت القصد الرائع للممثلين. وطلعنا بالنهاية إن معظم أو كل المصريين مفيش حد بس شجيع طول الوقت، أو مش كوميدي طول الوقت، أو مش قاسي طول الوقت. في دايما بيبقى في ميكس أو بيبقى في تناغم ما بين قسوتك وحبك لعيالك وحبك لمراتك وغيرتك عليها، طموحك اللي انت مش عارف تحقق حاجه. فالورقه كانت مكتوبه اعتادا، وانا اضفت شويه حاجات مش عشان اعمل تعاطف، بس عشان المتلقي ما يزهقش. وفي النهايه الشخصيه بتبقى جايه وانا لازم احولها لحم ودم، يعني انا مش ضروري اعمل النص الادبي للكاتب الكبير صنع الله بعيني زي ما موجود في الكتاب. انا عملت النص او السيناريو اللي اتكتب من استاذ مريم، وأضفت لي شوية حاجات بسيطة بموافقة المخرجين اللي كنت شغال معاهم. وأنا اللي أنا لاحظته إن معظم الناس انبسطت من عبد المجيد. أوف كورس أنتوا كمان انبسطتوا، وبشكركم جدا. وفي أسئلة عن الرد عليها. طبعا إحنا يعني بنفتح باب النقاش والأسئلة السلبية كمان مرحب بيها وكله، يعني إحنا المفروض بنعيش لحظة ديمقراطية دلوقتي. في سؤال ممكن يجاوب عليه مريم ويجاوب عليه أيضا جابي. السؤال بيقول ليه مستوى المسلسل انحدر من الحلقة 21 إلى نهاية المسلسل، وليه نهاية المسلسل لم تكن على نفس المستوى؟ نبدأ بجابي وبعد كده نسلم الكرة لمريم. طبعا كل مخرج بيبقى له نظره معينه وله طريقه في الشغل معينه، وبالتالي احنا قدام كنا معضله الى حد ما، لانه احنا كان المفروض ننزل بالمسلسل ده يتعرض رمضان اللي فات مش 2012، رمضان 2012، انما اتزنقنا في الوقت وكان في عندنا خيارين. فانا قلت لمريم كاملة كانت مصرة انه هي تشتغل مخرجة على البلاتو وتعمل كل المونتاج يعني بوست برودكشن كله، المونتاج والموسيقى تابع كل حاجة. قلت لها في الفترة الزمنية اللي عندنا المهلة الزمنية دي مش هينفع، فلازم تخلي حد تاني يخلص المونتاج والموسيقى والكلام ده كله وانت تركزي بس على التصوير. أنا هي بالنسبة لها المونتاج جزء أساسي من الإخراج، وهي كانت عايزة تتابع كل حاجة. فاتفقنا معاها إنه خلاص هي هتخلص شغلها للتصوير من الحلقة 17، وبعد كده الأستاذ خيري هيجي من 18 وفوق اللي هو فترة التسعينات. الآراء اختلفت طبعاً على الشغل بتاع أول فترة وتاني فترة، ودي بخليها للناس اللي هي تقول أو للنقاد
او 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 انه ده عجب الشغل ده ما عجبوش ده احسن ده اوحش وكل ده مقبول يعني من الناس انما هو دي الظروف اللي خلتنا انه احنا يبقى عندنا مختلفين مخرجين بالحلقه 17 وبعد كده الاستاذ هيك وبسيب الباقي للنقاش الناس من بعضها الاراء النقاد يعني دي تبقى حاجه انا ما اقدرش ادخل فيها مريم هتقول لي بدلويها ايضا انا نفسي حاجه برضو اضيف تفصيله ليها علاقه بانه انا مكمله اشتغلنا على المشروع ده قبل بدايه التصوير اكتر من سنه فكامله كانت ده البيت بتاعها احنا شغالين بقالنا فتره طويله هي عارفه كل التفاصيل وده كان مديها قدره اكبر على ان هي يعني تحنتف في كل تفصيله وده للاسف ما توفرش استاذ هايلي خاصه انه جه كان لازم يكمل مشروع هو داخل عليه في مرحله متاخره فرايي برضه يعني اعتقد انه الحكم بالقسوه دي على الفرق في مستوى الاختلاف ما بين الجزئين المسلسل يعني ما بيبقاش حاطط في باله الظروف تعرضت لها الشغل مفهوم طبعا انه في الاخر المشاهد مش مفروض يعني يبقى عارف كل التفاصيل وعارف ليه بقى في اختلاف بس في تفصيله ثانيه كمان اعتقد انها فرقت التسعينات اصلا اقبح يعني أيوة. بالظبط الجزء الاول الخمسينات والستينات والسبعينات النوستالجيا والايقاع الهادي والصوره الحلوه والملابس وكل الحاجات دي دخلنا في الاواخر الثمانينات والتسعينات الحاجات اصلا بقت قبيحه والايقاع بقى مختلف ونوع الموسيقى بقى اردى ويعني التغيير كمان اللي حصل على مستوى الحياه اللي حصل في مصر قبله كمان تغيير في شكل الصوره في المسلسل انا عندي تعقيب يعني انا هكمل كلام مريم ان زمان كان في روقان في المزيكا زي ما بتقول في الاكل ان كانت السفره ممكن تحط عليها صيني وشفشف ميه والعيله تلم فده مع التطور او مش هقول الانحدار اللي حصل لمصر او التغيير اللي حصل في مصر والهجره للخليج تحديدا ورجعوا ناس بالحجاب ورجعوا ناس بكل من الفيديو والافلام البورنو فكل ده اللي اثر اما انا كممثل انا استمتعت جدا بالشغل مع سوزا كامل استمتعت جدا بالشغل مع استاذ خيري الحقبه الزمنيه اللي اشتغل فيها استاذ خيري كانت فقيره كانت عنيفه كانت سريعه كانت اسرع فده يمكن السبب اللي عمل اختلاف في ده مش عشان هو ميزه مش عيب شكرا احنا بنفتح باب للاسئله زي ما حضراتكم عايزين اي اسئله زي ما قلت انما انا هضيف بس على جزئيه الزمن طبعا الاجابات كلها صحيحه لكن ايضا صحيح انه حتى الصخب اللي ممكن نعيشه في التسعينات فما فوق لغايه الالفيه الثالثه القبح اللي ممكن نشوفه في الحياه ممكن يقدم ايضا بتفاصيل اكثر ابداعا ربما المشكله مش في الفتره الزمنيه اللي كان بيتناولها المسلسل من بعد الحلقه 18 بقدر ما هي في ضيق المساحة الزمنية اللي كان بيتحرك فيها المخرج وضرورة الإنجاز زي ما قال المنتج أستاذ جابي إنه كان مرتبط بالعرض في 2012 وبالتالي في قنوات وفضائيات مستنية في توقيت معين أكبر عدو للإبداع عموما مش للدراما للإبداع في المطلق الزمن طالما عندك لحظة غصب عنك بتسلم فيها شيء احيانا قد نتنازل عن تفاصيل عشان نخلص ننجز فبيبقى على حساب القيمه الابداعيه وزي ما قال جابي انه مثلا كامله تفاصيل اللي بنشوف دلوقتي احنا لو بنراقب الدراما التلفزيونيه بنكتشف انه في اكتر من مخرج احيانا بياخدوا وحدات تصوير وبيصوروا اسمائهم ربما لا نراها على الشاشه يعني مسلسل الجماعه وهو من المسلسلات المهمه جدا 2010 كان في اكتر من وحده تصوير اشتغلت لسرعه الانجاز ده
له علاقة بالجزء الاقتصادي اللي هو زي ما قالت مريم المشاهد في النهاية ملوش علاقة بالمشكلة الاقتصادية هو له الشاشة، لكن في مشكلة اقتصادية انك لازم تخلص في توقيت محدد عشان الفضائيات تشتري وعشان الحد الأدنى انك كمنتج ما تخسرش. يعني واحنا داخلين سألت الأستاذ جابي انت مسلسل اخباره ايه ماديا؟ السؤال ده قد يبدو بالنسبه للناقد ملوش معنى لانك انت بتحكم فنيا، لكن لان انا عارف الشغلانه دي اذا المنتج على الاقل ما كسبش شويه هامش ربح ما تنتظروش انه هيتحمس لحاله اخرى شبيهه باللي قدمه على الشاشه زي زاد بيعملها، لانه مهما كان مش هيبقى فاتح يعني انه عايز يخسر على طول. فمهم انه كمان الجزء الاقتصادي لاستمرار العملية الإنتاجية أن يكون حاضر عند صناع العمل الفني. ربما دي تفاصيل خارجة على الشاشة لكن في كل الأحوال بتظل تفاصيل مهمة في الحالة الإبداعية.